برزنتيشن وتذكرتي على الجهد الكبير جدا اللي عملوه عشان البطوله تخرج بالشكل الجميل، استاذ منتصر النبراوي وكل فريق العمل اللي موجود معاه عشان البطوله تخرج بالشكل الجميل والمنظم اللي احنا شفناه. من مصدر فخر كبير جدا لمصدر فخر يعني مش هقول ان هو اكبر، بس مصدر فخر انا دايما بحب اسميه الملهم، محمد صلاح. وفي الحته دي بقى عايز اتكلم مع حضراتكم في جزئيه بسيطه جدا في دقيقه واحده. كل الكلام الفني والمهني اللي ممكن تقوله على محمد صلاح اتقال ومفهوش حاجه ممكن تتضاف. بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي محمد صلاح قيمته تعدت فكره القيمه الفنيه، لان محمد صلاح عمل حاجات ووصل لحاجات ما بقتش محتاجه حد يشرحها ولا يتكلم فيها ولا يقولها ولا يشيب بيها حتى، لان هي خلاص شرح نفسها. محمد صلاح بقى في مصاف اللعيبه الاسطوريين في الكره العالميه، مش بس لعيب جامد او لعيب مؤثر او لعيب مهم. بس القيمه الاهم في وجهه نظري الشخصيه لمحمد صلاح ان محمد صلاح اصبح ملهم. ليه ملهم؟ مش كل الناس الناجحه المشهوره بتكون ملهمه، ممكن تلاقي حد مشهور بس مش ملهم لجمهوره، مش مؤثر في جمهوره. دي الميزه والافضليه والنعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها على محمد صلاح، لاعبين العرب او اللاعبين المصريين. نجاح تلو نجاح وشخصيه في منتهى الاحترام والاحتراف والاحترافيه والانضباط. هتيجي تبص على الجانب الاخلاقي والجانب الشخصي، ما افتكرش ان حد فينا سمع مره عن محمد صلاح انه اتى فعل لا يليق. شخصيه طول الوقت بتصدر للعالم كله مش بس لمصر ان هو شخصيه قدوه في تصرفاته وفي افعاله. المزيج ده الكومباينيشن دي ما بين التألق على المستوى المهني اللي ما شفناهوش قبل كده والاحترام والأدب والأخلاق على المستوى الشخصي اللي عادة أي حد بيوصل للنجاحات اللي محمد وصلها له من فتنة صعبة جدا على مستوى الشهرة والفلوس والنجاحات، ممكن تلاقي دماغه بتضرب في حتة تانية خالص. الكومباينيشن دي، الجمع ما بين التألق على المستوى المهني والمستوى الشخصي، هو اللي خلى محمد صلاح قدوة وملهم لكل الناس اللي بتحبه وكل جمهوره، مش في مصر بس، في كل حتة في الدنيا. والكومباينيشن دي، التركيبة دي، هي اللي خلت وشجعت أهالي كتير جدا 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 يدفعوا أولادهم إن هم يلعبوا كورة، بدل ما كان زمان الأهالي بتخاف عيالها تلعب كورة عشان ما يبوظوش ويخليهم يركزوا في التدريس وفي الدراسة وفي العلوم والكلام ده كله في مدرستهم. لا، دلوقتي بقوا بيشجعوهم ان هم يلعبوا كوره عشان نفسهم يشوفوهم زي محمد صلاح على المستوى المهني وكمان على المستوى الاخلاقي. ده بقى كله كوم وقدوه محمد صلاح او الصوره اللي بيرسمها محمد صلاح في العالم اجمع عن مصر، دي يعني دعايه بملايين كتير جدا. صوره ذهنيه في منتهى الايجابيه بيرسمها محمد صلاح عن مصر وعن المصريين وعن اللاعب المصري حدث ولا حرج، بفلوس كتير قوي وقيمة كبيرة جدا. عشان كده احنا فعلا محظوظين وفخورين وبنتشرف ان في وسطنا اسطورة اسمها محمد صلاح. اسطورة بمعنى الكلمة، اسطورة على مستوى اللعب والفنيات وملهم على مستوى العقلية والتصرفات والاستمرارية في التألق. ربنا يحميه ويحفظه ويفضل دايما رافع راسنا ورافع اسم مصر بالشكل اللي هو عامله دلوقتي. محمد صلاح امبارح جاب جولين في ويست هام عشان يرتفع اجمالي الاهداف اللي هو جابها في ويست هام لتسع اهداف. ما شاء الله عمال يكسر في كم ارقام ايجابيه وقياسيه غير طبيعيه. محمد صلاح من ايام ايان رش اللي كان سجل 20 هدف او اكتر في الثمانينيات، تحديدا من 81 ل 87 سجل 20 هدف او اكتر في 6 مواسم متتاليه. محمد صلاح هو الوحيد دلوقتي اللي بيسجل في تاريخ ليفربول، بيسجل في تاريخ ليفربول 20 هدف او اكتر لمده 4 مواسم متتاليه من ايام ايان راش طبعا الاسطوره الليفربوليه. على الجانب الاخر محمد صلاح ما زال متصدر هداف البريمير ليج، وسع الفارق ما بينه وما بين نجمي
توتنهام الانجليزي سواء هاري كين او سون، الاثنين عندهم 12 هدف، محمد صلاح عنده 15. بسم الله ما شاء الله، يفضل ان شاء الله متفوق. محمد صلاح من ساعه لما جه ليفربول اول موسم 44 هدف، بعد كده انا مش فاكر اعتقد 27 او 21، معدي ال 20 طول الوقت. النهارده هو متفوق على كل هدافي، يعني لو جينا بصينا على هدافي او تساوى محمد صلاح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى. محمد صلاح مع رونالدو مع ليفاندوفسكي مع المهاجمين البارعين في كل الدوريات الكبرى، وهو بيلعب على فكره في دوري في منتهى الشراسه والصعوبه، يعني ممكن يكون المنافسات او مش ممكن، هو المنافسات في الدوري الانجليزي اصعب من اي دوري تاني، ولا اسباني ولا ايطالي ولا الماني ولا اي حاجه. فان انت كمان تكون متسيد في الدوري ده دي حاجه صعبه جدا على المستوى الفني، حاجه صعبه جدا. فربنا يحميك يا صلاح، وتفضل ملهم لكل عشاق الكوره ولكل الناس اللي عايزه تنجح ولكل الناس اللي عايزه توصل لحاجه في حياتها، انت فعلا ملهم ليهم. من محمد صلاح، وبعد ما اتكلمنا عن محمد